خلينا بس نشوف الأجواء في جدة مع مراسلنا الأستاذ محمد مبروك. أهلا بيك يا أستاذ محمد. أهلا بك كل أهلا بكل المشاهدين يا كابتن، أهلا بيك. أكيد أنت الماتش اللي فات رصدت لنا الأجواء الجماهيرية وحالة الفرحة الكبيرة كانت موجودة في بعد الماتش الاتحاد جدة. عاوزين نوصف النهاردة الحالة، الجمهور ورد فعلهم، وشايفين إن النادي الأهلي النهاردة قدم المستوى اللي كانوا متوقعين منه، ورؤيتهم للمباراة كانت إزاي؟ بالفعل يا أستاذ بليغ، يمكن هنا في حالة من الحزن شديدة جدا على جمهور النادي الأهلي بسبب المستوى أولا في المباراة، ليس بسبب الهزيمة. يعني كان لنا حديث مع بعض الجمهور، قالوا ان المستوى ما لا يرتضي لفريق كان نفسهم ينافس على النهائي ويواجه فريق مانشستر سيتي في النهائي. عايز اقول لك في دليل برضو ان هنا بعض الجماهير اشادت وقالت انه لو كان الفريق كان خرج امام اتحاد جده كان اهون من يخرج من فريق فلومينزي، لانه كانوا شايفين ان فريق فلومينزي هو اقل في المستوى من فريق اتحاد جده. فريق فلومينزي النهارده ما كانش قدامه جمهور حوالي ما يقارب 2000 مشجع، اما النادي الاهلي فكان ما يقارب من حوالي 25000 مشجع متواجدين في الملعب. حاله من الحزن شديده والله يا صديق على الجمهور. عايز اقول لك برضه يعني كان في حديث برضه الجمهور بيقول ان دي اخر بطوله تتلعب طبعا بالنظام الحالي اللي هو 7 فرق، الباقي بعد كده من السنه القادمه هيتكون من 32 فريق، وبالتالي البطوله هتبقى صعبه جدا لان هيبقى في فرق كتير من اوروبا، فرق كتير من امريكا الجنوبيه، ففرصه ان في منافسه على مركز او المربع الذهبي بعد كده في البطوله دي ستكون شبه معدومه للنادي الاهلي. طب يعني انت كلام الجمهور متوافق مع كلام نجومنا في الاستوديو، الناس بتتكلم عن المستوى اللي ظهر بيه النادي الاهلي لم يكن مرضي للجماهير، وكانوا متوقعين ان النادي الاهلي يظهر باداء افضل من كده، وهم ممكن مش زعلانين على النتيجه قد ما زعلانين ان النادي الاهلي ما ظهرش بالمستوى اللي هو كانوا منتظرينه. زي ما انت قلت كان 25000 متفرج منتظرين اداء افضل من كده. بالظبط يا استاذ بليغ، يعني يمكن هم حتى الجمهور لمح وقال يا جماعه ازاي الفريق ده احنا ما نقدرش نكسبه. يعني هو الفريق لا اولا لم يعني عكس المره اللي يعني عكس الماتش اللي فات كان ان الجمهور المره دي كله يعني حاله يعني كان متفائل وعنده ثقه كبيره في النادي الاهلي القدره على تحقيق الفوز. بالظبط الجمهور بتاع اللي جاي من البرازيل فريق حوالي 3000 مشجع، بقيه الملعب كله مليان جمهور النادي الاهلي، لدرجه ان ايضا بعض كان تهاون يعني وفي دخول جماهير عشان النادي الاهلي وكده، وفي تذاكر برضه انطرحت قبل المباريات من مجلس اداره النادي الاهلي، وكان في دعم كبير، لكن اللعيبه كانوا ليس على سوء يعني سوء المستوى او سوء اداء الجمهور. يعني ابلغ يعني اقول ان جماهير نادي الاتحاد كان عملت بعد الحفلات كده بعد المباراه احتفالا بخساره النادي الاهلي امام فلومينزي. طبعا جماهير نادي الاتحاد في جده كان هو طبعا نادي الاتحاد خسر من النادي الاهلي، الجماهير نزلت في الشارع هي كمان واحتفلت بخساره النادي الاهلي امام فلومينزي على عكس المتوقع خالص. احنا كنا متوقعين ان النادي جماهير نادي الاتحاد هتدعم النادي الاهلي، لا بالعكس احنا شفنا في فيديوهات انتشرت وحتى هنا اتذاعت هنا في المركز الاعلام وبعض الزملاء وراها لنا ان جماهير نادي الاتحاد بتحتفل في الشوارع بخروج النادي الاهلي وخساره النادي الفلومينزي. طيب خليني اسالك برضو، يعني الجمهور اكيد هيكون داعم للنادي الاهلي واستمرار، خاصه انه في بكره ماتش مهم هيتحدد منه هل هيلاعب النادي الاهلي على المركز الثالث والرابع، وطبعا يعني الكره ما فيهاش توقعات، لكن في الغالب هو بطل اليابان هو اللي هيشارك قدام النادي الاهلي في المركز الثالث والرابع. بدات يعني الجمهور هل ممكن يعني يستمر في دعمه النادي الاهلي، يتواجد برضك في المعسكر، يتواجد في التمرين الاخير؟ شايف الجمهور بعد الحديث عن الماتش النهارده ممكن ان الفريق الاهلي صالح جمهوره في الماتش الثالث والرابع؟ اكيد برضه يا استاذ بليغ، لان زي ما انت عارف ان حضرتك ان الثالث برضه بيتكرم من الملعب تمام، وبرضه بيشاهد المباراه النهائيه، ففرصه الحصول على المركز الثالث فرصه قويه للنادي الاهلي، خصوصا ان الفريق الياباني مش شرط نفس القوه برضه. كنت عايز اقول لك يا استاذ بليغ ان انا محمد من يومين ان الفريق اللي كان قادر الاتحاد او المستوى الاهلي كان بنسبه كبيره كان يصعد للنهائي تمام، لكن النادي الاهلي النهارده لم يقنع جماهيره، وده استثبت في حاله من الحزن شديده جدا للجماهير. لكن زي ما انا بصيت على التذاكر برضه للثالث والرابع على السايت الخاص بالفيفا، لقيت ان معظم التذاكر برضه ما يقارب 90% من التذاكر الثالث والرابع مباعه، ده بالاضافه طبعا ان النهائي ما فيش تذاكر خالص موجوده. اكيد طبعا يعني جمهور النادي الاهلي هيتواجد في المباراه، وزي ما انت قلت كده 90% من التذاكر المباعه. خلينا اقول لك برضه استاذ ان يمكن الثالث والرابع هيقام في ملعب غير الملعب اللي اقام في النهائي، يعني اقام في الامير عبد الله النهائي،
الثالث والرابع هيقام في الانديه الكبرى، وده المسافه بين الملاعب ما يقارب ال 50 كيلو. 50 كيلو بين الملعب في الملعب اللي هيلعب فيه النادي الاهلي الثالث والرابع عن الملعب اللي بيلعب فيه بتاع الجوهره المشعل. بالظبط. طيب كل الشكر للاستاذ محمد مبروك، وان شاء الله في تواصل في الايام الجايه ترصد لنا اخر حاجه بالنسبه لاستعدادات النادي الاهلي مباراه الثالث والرابع.